عبد الله المطيري لاعب نادي الفيحاء يتحدث للبرنامج مع زميلنا محمد التويجري مراسل البرنامج في المجمع. الحمد لله، ألف مبروك جميل الفيحاء، هارد لك نادي الراي. والله مجريات مباراة للأمانة، الأهم هو الانتصار في المباراة. أوقات الفترة الأخيرة المباراة الوحدة، يعني الحمد لله كنا متقدمين 2-0 وانتهت المباراة. هذه المباراة كنا متأخرين ورجعنا للمباراة، ظروف مباراة، مباراة نتقدم، مباراة نلحق الخصم ونقلب المباراة، فالحمد لله. يعني كابتن عبد الله، بصراحة كارلوس في الويفا صفقة شتوية، هي من غيرت شكل الفيحة؟ والله لاعب مثل كارلوس غني عن التعريف، لا أنا ولا أي لاعب مثلا يقدر يقيم اللاعب هذا. للأمانة فادنا كثير واستفدنا، تعتبر يمكن من افضل الصفقات الشتويه. كابتن عبد الله، مباراتكم القادمه مع النادي الاهلي، ماذا ترون هذه المباراه وماذا تعدون للجمهور؟ والله احنا نبحث عن 3 نقاط فقط ان شاء الله. كابتن عبد الله، يدخل فتره الحره 6 شهور، مستقبل الكابتن عبد الله مستقبله مع الفيحاء، هل هناك عروض للكابتن عبد الله جايه؟ والله العروض عند وكيلي، والاهم والاولى نادي الفيحاء ان شاء الله. فيها خاطبك بالتجديد؟ للأمانة أي والله، الرئيس والإدارة، وإن شاء الله بإذن الله نهاية الموسم لكل عادة حديث.